كمان سالي رح نضل بأجواء الحرف صحيح. اليدوية مع رنا جاكوش خبيرة بالصناعات اليدوية والحقائب والإكسسوارات. يسعد صباحك صباح على الخير، شاشة الأخبارية السورية، وكل عام وأنتي بألف انتو خير. بألف خير، سعد صباحكم صباح. أهلا وسهلا فيك رنا. بداية يعني انتي مو المرة الأولى ضيفتنا، دائما عندك شغلات جديدة عم نشوفها نحن عبر شاشة الأخبارية السورية، وخاصة الهاند ميد اللي هو الشغل الصعب ما نو سهل ولكن أكيد. بيطلع بصورة جميلة جدا. احكي لنا عن شو الشغلات الجديدة اللي عملتيها رنا. حاليا مستمرة لسه بتصميمات الخيش أكتر شيء. طبعا هلا كمان شوي حيدت على السلوفان اللي هو كتير موضة وضايج مثل ما احنا شايفين صبايا، فينا نرفع والأحجار الشنطة الكريمة أكيد لابد ولا غنى عنها أكيد. لا، في دائما. كتير من الأحجار عم نشوف، يمكن الأحجار الكريمة سالي ما بتبطل دائما تمام موطة معها، بس رح نشوف بعض القطع مع حضرتك. أكيد. بدنا نحكي أول شيء عن قطع الخيش، قطع الخيش عم نشوفها موضة زايدة كتير هاي عليها، السنة. ايه زايدة عليها هالمرة الجبير البيج أو السكري والصرمة الهندي اها تمام، والشبشيل يلي هن كمان، ايه عم والدنتيل نشوفها، يلي ايه تمام ما عم بيبطل نشوف أكيد، مزيج يعني ما بنشوفها مزيج سادة. بين الشرقي والغربي تمام. يعني هلا هو الخيش شيء شرقي، فانا عم حاول ضيف له شيء غربي، عم حاول حلو، امزج هون شو لحتى ضايفين نعمل نحنا؟ ديزاين حلو. انجبير كيفر اللون السكري مع الايد العسلي، كثير ايد حلو الشريك طالع مع العسلي بعض، عم نشوف يمكن والشبشوله معجون اكيد هي تماما. كمان موضه كمان كثير الدانتيل ما بيبطل اكيد موضوع ما بيبطل الدانتيل، وخاصة اكيد. يلي بتحب هيك الشيك أكتر من السبور، يعني كمان الدانتيل نور ليكي ما بيعطي هيك جمال ولا حدا مطب بالأسود مثل ما قلتي سالي ما ما بتبطل، بتبطل. القطع اللي دائما بتبقى عندك الدانتيل بالخلال لازم دائما بكل ديزاين يكون او بكل تشكيله لازم يكون موجود عندي، صح؟ لانه عليه طلب كتير والعالم بتحبه، هو شيء كتير كلاس بالنهايه. أكيد. خلينا نحكي عن كمان بعض القطع اذا بتحبي. اللي شفنا عندنا الطوق الريش، اكيد الريش هلا كتير كمان موضه، فحبيت اعمل الريش مع الخرز الازرق مع المعدن الذهبي مثل ما انا شايفين. الريش الكبير هو كمان موضة لسه على الجزدين وعلى التياب وعلى فساتين السهرة، فأنا حبيت ضيفه على الاكسسوارز. بس تحسي بده شوية جرأة يعني بدي اقول لك هلا هو إله إله أشخاص ناسه إله تماما ناسه تمام تمام، يعني نور مثل ما شفنا مثل ما قلتي له جرأة، بس أنا ما فيني ألبس هذا الريش. كمان الرقبة لها دور، يعني إذا مثلا البنت ناعومة شوي ورقبتها الرقبة صغيرة والستايل وتنزل وتمام بالريش أكيد. إيه الستايل بده يكون كامل متكامل مع الريش، في له ستايل محدد أكيد، ما فينا الصبح نلبسه أو يعني في له شيء صحيح معين. نعم، يعني كمان عدة أحجار، يمكن دائما أنت بتركزي على الأحجار، الأحجار الكريمة أيضا إلى طاقة حلوة جذب الطاقة. في عنا مثل حجر ضوء القمر تمام والفيروز والزمرد وعدة أحجار، يمكن عم عملتيها على شكل بورتوكلي، ممكن نور مثلا مفتاح بيتك مثلا على الحجر، ما فيكي ما سيارتي تحملي مفتاح البيت بيتم معك بيتم بالشنطة، معك بضل معك بالشنطة لحتى تستفادي قدر من الإمكان طاقته. من الطاقة. الجسم في له طاقة كهرومغناطيسية فبيتفاعل مع طاقة الحجر، بينظف الهالة تمام. ما حفوت بالتفاصيل بس انه حاعطي شيء مختصر، هو نعم كتير شيء منيح وبيعطي راحة نفسية وهدوء نفسي كتير. وكل حجر كمان له شغل مثل ما بنعرف. بس خلينا نحكي، يمكن الاكسسوارات هي كتير موضة، موضة ما بتبطل، ودائما سالي الصبية او السيدة بتحافظ على جمال اطلالتها ودائما بتحب التجدد والتنوع. صح. بس خلينا نحكي نوعا ما عن الاسعار، لانه عم نشوف اسعار متفاوتة واسعار مرتفعة، ما بتقدر تكون بمتداول صحيح الجميع لا الصبايا ولا السيدات، صحيح. لانه الاكسسوارات بتلاقي الصبايا صغار، في منهم طلاب جامعة، في تمام منهم بعده ما عم يشتغل، وحتى اذا عم يشتغل بيكون مصروفه محدد، فهون الأسعار كيف عم تكون نوعا ما؟ هلا ما فيني احدد لك سعر لا معين، عم بس نشوف دائما كيف بيكون تقريبا عندي يعني متداول الجميع، ما عم نحكي سعر محدد. متداول وسطيا، بس دائما بيكون عندي سيل 50 ل 70% على قطعة معينة،
أو محددة. النيو كولكشن بيكون بعد مثلا الشهر الجاي دوره تنزل عليه القطع السيل، فعم حاول إنه قدر المستطاع يعني أرضي الزبائن. هاي نقطة حلوة، بتلاقي كثير من الناس بتستنى السيلات وتنزيلات لتقدر. صارت كل الناس تستنى السيلات حاليا. أكيد يمكن أيضا عم نشوف شغلات هيك ملفتة للنظر، مثل ما قلنا دارج الشبشيل كان، وأيضا هون كمان في خيش ولكن داخله ستراس. قد ايه حلو دمج البسيط مع شوي يعني، كمان هذا ما هو شيء سهل نوعا ما. هلا هذا صار مهندي تمام، فهو كمان شيء كتير جريء، ونحن متعودين عليه على الكفتان المغربي او الهندي. فانا ضفته على الكروس، حطيت كمان لمسة إنه شيء جديد وحلو. بالنهاية كمان أحلى شيء إنه تاخد الصبية أو الست شيء مميز، شيء غريب وبنفس الوقت مرتب وحلو. ونحن عم نشوف دمج حضارات، يعني مو بس مثلاً أكسسوار شرقي، عم نشوف شرقي وغربي. هون عم يكون في كمان تنوع وجمالية، لهيك عم يكون في تجديد بموضة الأكسسوارات. لازم دائماً كل فترة كل موسم يعني أعمل تصميم 2-3 جداد. في شيء جنبك كنت عم تحكي عنه وبدك إياه يبين، خلي يبين كمان نور لكي كمان ما بده جرأة، يعني كلهم بده جرأة. نحن بنعتبرهم استاذات. انا هلا لك ما ها لك شيء، هقول لك انه بشتغل على الشيء الغريب يلي ما انه مطروح. حلو. يلي حلو. الصبيه حلو. مثلا بتكون متميزه فيه، خلاص هي شاريه شيء هاند ميد ما انه مطروح بالسوق. ممكن كمان بتلاقي بتكسر الساده، يعني هو السلوفان يعني تلبس شيء ساده لون معين تكسريه بهيدا الشيء. يعني هلا لسه سنين لقدام حتشوفوه بالاسواق، حتتجرأوا تصيروا اكثر، حتشوفوا صبايا لسه حاملينه هيك، فاكيد حيصير في جرأه لصبايا اكثر انه تحمل هيك جزدان. كمان في الاساور الصدف والليرات مع بعض. ايه حلو. الليرات كثير موضة، بيصير خلخال وبيصير اسوارة تمام. الليرات هن كثير موضة مع الصدف دمجتهم. خلينا ناخذ الورد، خلينا ناخذ حي شيء مميز. وردة السنة. ايه تمام. هاي كمان الموضة المفرغة تمام. عزبتك كمان هاي شكلها. هذول اخر موضة فينا نقول. طبعا نيو كوليكشن كتير موضة وكتير عليهم اقبال يعني الحمد لله. وهيدا الذهب اللون بيروح فينا نقول، لانه دائما لا هلا انا بحاول اني اطلي دورين ثلاثة احيانا، يعني دائما تلاقي نوعا ما الصبية بتكون اكل هم او خايفة طبعا انه يبقى اللون ولا لا. اكيد لانه حتنسى وتحط كريم، حتنسى وتحط بارفان او اي شيء، الافرازات الجلدية هذا كله ياتو حيكون يعني حيأذي جلده ويأذي المعدن بالنهاية. صح. حيروح لونه. صحيح. فأم حاول قدر المستطاع انه نطلي. يمكن لي معنور داخله صدف وليرات كمان، يعني كمان دامجة شغلتين مع بعض تمام. هي شوف كل واحدة لحال سالي، يعني نشوف صورة صدف لحال او صورة صحيح، بس ما دامجتهم حلوين طالعين كمان بدون جرأة. كل شيء غريب وكل شيء بحاول انه صنعه او صممه. هاي الوردة الموضة بحاول اللمسة تكون موجودة به اي شيء. كمان وردة الشانيل يمكن ما بتبطل وردة ما. الشانيل سواء كانت اسوارة او تعليقة، يعني اساور عديدة هيك وقصص كتير حلوة. بورتوكليات كمان، بورتوكليات هي الفيروز مع الكف حلوة. الألماس العالم بتحب الكف كتير والعين، فكمان بحاول أرضي الأذواق. طيب قديش ممكن مثلا إذا بدك تصممي شيء تشوفي شخصية الصبية قبل، قد بيلعب دور لتعملي لها شيء مميز؟ لأنه في كتير من الصبايا بيقولوا لك أنا ما بدي ألبس شيء العالم لابسته أو على الموضة، بدي شيء خاص لإسي تعملي لي. بتفق أنا وياها ومنحكي، بحاول أفهم شخصيتها من خلال حواري معها، افهم طريقه لبسها على كيف بدها تلبسه واي يعني المساس الصبح. فعلى هذا الاساس بحاول اني صمم لها وورجيها التصميم بيعجبها منعدل عليه. فهذا الشيء كمان يعني كثير مطروح بشغلي. شيء كتير حلو. يمكن رنا شغلك ما انه سهل، بيتطلب جهد كتير كبير. الهاند ميد اي شغل يدوي هو بيتطلب، مو بس شغل، بيتطلب هيك صفنه وفن. بدك تكوني رايقه اذا كنتي معصبه ما خرج الواحد. اكيد لا، اذا كنت معصبه اذا بتحطي لي يمكن اي شيء انه عادي هذا التصميم جاهز وهي كل شيء جاهز. شكلك دائما رايقه من الشغل الواضح، يعني رايقه دائما ان شاء الله.
يعني ساعات طويلة من العمل والتصميم والجهد والتعب والجهد والنظر. يعني بيقولوا لك دائما الأشغال اليدوية وهدول القصص بياخدوا من نظرك أكيد، وبتتعب الأعصاب وبتتعب النظر كتير. طب مثل هيك قطعة مثلا شنطة قديش بتاخد؟ يمكن ما بتعذب كتير لأنه أنت بتضيفي للمسات الأخيرة. تمام. هلا بعيدا عن الأكسسوار، هو دائما التصميم أصعب شيء. أها. يعني التصميم أصعب من التنفيذ. تمام. لبين ما ضبط التصميم وركز يعني في وقت كتير. شي مرة عملتي تصميم ورديتي فكيتي ورديتي عملتي؟ عطول عشان أول شي مختلف. أول شغلي كتير وأحيانا ملوا إنه خلص وعصب معي، تتركي يلا القطعة بعد أسبوع أسبوعين أرجع روق عليها أصفن إنه لا هي بدها تزبط، يعني بدها تزبط، وفعلا الحمد لله تزبط بالأخير. بس قديش بتحبي الدمج بالاكسسوار؟ يعني عم نشوف قطع مختلفة. كل شيء غريب بحب اشتغله. كل شيء غريب بحب اكسر القواعد، بحب اكسر الاشياء المعتادة. يعني لازم نحن اصلا عم نلبس الاكسسوار لنتميز. عم ناخذ شيء هاند ميد، عم نشتري هاند ميد لنتميز نحن شخصيتنا اللي بيناسب شخصيتنا، بيناسب لبسنا ستايلنا. أكيد. يعني دائما الشغلات الجديدة والغريبة يمكن بتلفت نظر، وخاصة لعشاق الموضة والشيء الغريب. بنشوف شغلات أنا أحيانا على مستوى قصة شعر أنه بتكون هيك غريبة، بقول أنا بحصد الشخص بس على الجرأة. نعم. يلي هو فيها كيف مثلا إذا بيلبس هالإكسسوارات يلي فيها أحجار، بالعكس هيدي غيرة إيجابية. يا ريت هيك نقدر نحن يكون مثلهم هيك. معك ممكن يمكن نكسر حاجز الخجل. مظبوط. لقيت اقبال عليهم، يعني هذا الشيء كمان فرحني خصوصا بالموسم. هلا نحن عندنا موسم، فلقيت اقبال عليهم هذا الشيء. حبيت انه الصبايا هذول الموف. شو اماتيست؟ حجر الاماتيست. حلو. تمام. هذا حجر السلام انا بقول له. بيعطي طاقه كثير حلوه، بينظف الهاله مثل ما حكينا. يعني انت بتلعبي على الاحجار اللي لها طاقه؟ طبعا. ممكن تسالي الشخص انا بحاجه لطاقه. بحاجه لاشتغل بشيء فيه طاقه لحتى يعطيني حتى انا الطاقه. والاشخاص كمان شخصيته. تمام. برجه يعني بتساليهم هاي التفاصيل لانه في كل شخص ممكن يناسبه حجر. حجره اسمه برجه. هلا انا بقول انه مو انا اللي بقول، كمان العلماء الطاقه، وهي انه الحجر بيجذب صاحبه له. فدائما بيقولوا انه ما كتير له علاقه بالاسم والبرج. حجرك بيجذبك. هلا جذبك الموف دائما بتلاقي كل مثلا. ما في حدا. انا حبيت الفيروز. نو الفيروز للكل، بتحسي الكل بيحب الفيروز. ايه منيح. بيعطي طاقه حلوه، وكمان هو بيبعد العين والحسد. أكيد. الله يبعد الحسد والعين عن جميع العالم. كمان عم نشوف حجر ضوء القمر موجود ولا ما في الأبيض؟ شو هذا؟ حجر القمر. حجر القمر. تماما. حجر القمر هو حجر بس ترفعي على الضوء لونه أورانج. فدمجته بيتغير مع لونه. بيتغير لونه طبعا. بيتغير لونه مع طاقة الجسم أو طاقة الشخص اللي حامله. تمام. حسب وقتها بيصير شفاف، فانت خلينا نشوفه مرتاحه يعني نفسيا وقتها بيتحكي. هلا معك شو لونه مبين تقريبا؟ فينا نقول هلا هو على الشمس ضارب عليه. هلا هو لونه هيك شوي على ابيض شفاف. في الوان دخلت له؟ دخلت له الذهبي كمان، حسيت انه لازم اكسر القواعد. هو بيلبق له الفضي والحجر ملون. تماما. بيعطي لحاله ضوء حجر ضوء القمر. جميل جدا. يعني اغراض كتير حلوه وشغلات غريبه، ودائما انت رنا بتضيفي لصباحنا الاشياء الجميله والملونه. دائما الالوان نور بتلفت نظر، مو الصغار بس. طاقه ايجابيه. اكيد تجدد نور. الالوان اكيد الصغار ايضا بتلفت نظر، الالوان الكبار ايضا. بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نتمنى لك كل التوفيق بشغلك. ان شاء الله هيك نشوف شغلات جديده هيك ايضا وغريبه. اضحى مبارك عليكي وعلى عائلتك. شكرا. كل عام وانتم بالف خير. نتشكرك رنا جاكوش على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك، وشكرا كثير لك. شكرا لك.